بسم الله والابن الروح القدس الله الواحد امين. موضوعنا الرهبنه هي فلسفه المسيحيه. الرهبنه هي فلسفه المسيحيه. قال شيخ: لا تكون تحت السماء امه مثل المسيحيين اذا اكملوا ناموسه، كما لا توجد مرتبة جليلة مثل مرتبة الرهبان إذا حفظوا طقوسه. وقال آخر: المسيحيين الحقيقيين هم أفضل الأمم، والرهبان هم أفضل المسيحيين. وقال أنبا يحنس القصير: بالرغم من أننا نفر قليلون، لكن دعونا نقدر الشرف الذي لنا أمام الله. في مقدمة الطقس رسامة الراهب بيقولوا إيه؟ إذا أراد إنسان أن يصير راهبا فإنه يقيم 3 سنين يتعلم حدود الرهبنة، ويعطونه ويعزونه من كتاب البستان الذي لآبائنا القديسين لباس الصليب، ويرشدونه إلى الفلسفة الحقيقية التي هي الرهبنة. ويقول مقدمة قانون الرهبنة: الرهبنة هي فلسفة الشريعة المسيحية. الرهبان هم ملائكة أرضيون أو بشر سمائيون يتبعون المسيح حسب طاقتهم في جميع أخلاقهم، متشبهين برسله في التجرد من قنايا العالم ورفض شهواته ورفض كل شيء حتى نفوسهم من أجل طاعة الله، عاملين بوصاياه التي أمر بها مريد الكمال، محبين له وحده أكثر من الآباء والأبناء والزوجة والمال، مغبطون على الراحة من الأتعاب الحاضرة الاضطرارية والنجاة من عقوبات الآخرة الأبدية، مغبطون على ما أعد لهم من أعالي منازل الملكوت السمائية، من أتعاب حقيقية اختبارية. من النصوص السابقة نستطيع أن نستنتج حقا أن الرهبنة هي فلسفة الديانة المسيحية، وهي فكرة روحية فلسفية عالية يتجرد معتنقها عن كل ما يمت للعالم بصلة، يدرك بحكمته الروحية فناء الجسد وكل ملذاته وزوال العالم وكل أمجاده، وفي الدير يقوم برياضات الروحية المختلفة محاولا أن ينمو دواما في النعمة وفي معرفة ربنا يسوع المسيح. ولقد وصل الآباء الرهبان الذين اعتنقوا هذه الفكرة عن اقتناع إلى درجة لا تبارى في القداسة والفضيلة والاتحاد بالله، فأصبحت حياتهم حياة إلهية، وأصبحوا بشرا سمائيين أو ملائكة أرضيين. تعريف الفلسفة هي محبة الحكم، فيلسوفية، والفيلسوف هو محب الحكمة، يحب الحكمة ويدرسها ويتضلع فيها. وبما أن الله هو الحكمة الحقيقية والمدخر لنا في جميع كنوز الحكمة والعلم، والذي قال أنا هو الحكمة، وبما أن الراهب إنسان محب لله يخرج إلى البرية طالبا التعمق في محبته
ملتمس التبحر في معرفته، معرفة حقيقية شخصية اختبارية. وفي البرية يلهج نهارا وليلا باسم الله القدوس، كما يقول قلبي يلهج بالحكمة. وعندما يقتني الراهب الله في داخله بكثرة صلواته وممارساته الروحية ورياضاته التقوية، يصبح إنسانا حكيما بالله. وهذه أعظم فلسفة. يقول أيوب الصديق: مخافة الرب هي الحكمة. ويقول مرتل: رأس الحكمة مخافة الله. أي أن مخافة الله وهيبته والتخشع أمامه هي أعظم فلسفة ورأس وبداية كل حكمة. الراهب من ناحية اللغة هو الإنسان الذي يرهب الله ويخافه ويتخشع أمامه. والرهبنة هي حياة مخافة الله والتعبد له والتخشع المستمر أمامه. الراهب يقدم لله مخافة البنين، كما يقدم له تعب المحبة والتواضع والشكر. تكون مخافة الله عنده دائما ممزوجة بمحبته. إذن الراهب هو بهذا المعنى أعظم فيلسوف وأحكم حكيم. والرهبنة بهذا المعنى هي أعظم فلسفة وأقدس حكمة. من الجدير بذكر أن القديس أنطونيوس أب الرهبان أفهم الفلاسفة بحكمته. الإفراز الذي يتعلمه الراهب من شركته المقدسة المستمرة مع الله، ومن دراسته المستمرة لكلمة الله وأقوال الآباء بتأمل، ثم من مشورته الكثيرة لأبيه الروحي والاسترشاد برأيه في كل أمر جديد يطرأ، وفي كل تدبير روحي أو جسدي يريد أن يسير فيه، كل هذا يعلمه كيف يسير في الطريق الملوك المستقيم، وكيف يحيد عن الطريق الوعر الخطر. الإفراز أو الحكمة هو الذي يعلم الراهب وبالتالي أي إنسان كيف يسير معتدلا، فلا يسرق من الضربات اليمينية بالإمساك والنسك الزائد، ولا يسرق بالضربات الشمالية بالتهاون والاسترخاء واللامبالاة. هذا هو عين الحكمة والفلسفة الروحية اللازمة لخلاص النفس، أثمن ما يملك الإنسان وأعظم ما يقتنيه. الأنبا موسى قال: كل الأمور يختبرها الإنسان بالإفراز ويميزها، ولن يأتينا الإفراز إلا إذا أتقن أسباب مجيئه، مثل السكوت لأنه كنز الراهب، والنسك يولد البكاء، والبكاء يولد الخوف، الخوف يولد الاتضاع، والاتضاع مصدر التأمل فيما سيكون، وبعد النظر يولد المحبة، والمحبة تولد للنفس الصحة الروحية الخالية من الأسقام والأمراض. الحياة الرهبانية في الحقيقة هي الحكمة العالية والفلسفة المثالية. فصلاة الرهبان رحمة للعالم، تعليمهم وكتاباتهم وتأملاتهم خدمة، ما بعدها خدمة، سعة
سيرة حياتهم خير معلم للفضيلة والروحانية، قدوتهم خدمة صامتة ومثالا يحتذى. ربنا يدينا الحكمة والنعم والبركة لإلهنا كل مكان.